الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنخطف إن شاء الله لدولة البحرين. فيقول هذا الأخ: أنا من البحرين وعندنا مشكلة كبيرة، بل مشاكل. أولا، دولة خليجية بثروات هائلة ومخزون احتياطي من المال يقدر ب 738 بليون دولار في الخزينة، والشعب يشتكي من البطالة والموظفين بتدني الأجور. رغم هذا، ارتفاع الأسعار الغذائية وزيادة الرسوم وضريبة فوق ضريبة وتوظيف الأجانب وتفضيلهم على المواطن وتعقيد الأمور في الوزارات والدوائر الحكومية. بلد صغير وعدد السكان لا يصل إلى المليون، ودائما الحكومة تبرر عجز في الميزانية كأننا نعيش في دولة إفريقية أو في الهند، والناس تناشد ملك البحرين ورئيس الوزراء ولا فائدة، لا أحد يسمع، والفساد عامر في جميع الوزارات، والوزراء يتم تبديلهم من وزارة إلى وزارة ولا يتغيرون إلا نادرا، مثل وزير التربية كان وزيرا 20 عام وتم نقله إلى أرشيف الوطني بنفس درجة الوزير، وهو كبير في السن، تجاوز سن التقاعد، وغيره مثله. لا نرى شباب وزراء إلا في أمور تافهة مثل وزير الرياضة، حتى هو وزير ليس عنده صلاحية، أو أي وزير كان، وأصحاب المناصب الكبيرة ديناصورات في العمر، وكل ما يسن ضد المواطن حتى المنتزهات بفلوس ولا سواحل للتنزه أصبحت ملكا خاصا، مع أن البحرين جزيرة لا نرى البحر، والسمك غالي، وحولنا البحر بلد البترول والغاز الطبيعي وغالي، يتم تجنيد في الجيش من دول أخرى عربية ولا يتم تجنيد المواطن إلا بذل. أيضا في وزارة الداخلية ترى الهندي والباكستاني شرطي، أما عن الأطباء البحرينيين عاطلين، وأطباء أجانب يعملون في المستشفيات الحكومية والخاصة. البلد في تدهور، حتى توزيع البيوت الحكومية الذي طلبه جديد يستلم البيت والقديم لا. المشاكل كثيرة، عوائل مثيرة هجرت إلى الدول المجاورة، والناس تفكر في الهروب، حتى الذي يريد أن يعمل في الدول المجاورة أوامر من الحكومة لا توظف البحريني إلا الأعمال البسيطة مثل سائق أو عامل مندوب، ولا يزيد راتبه عن الراتب الذي يستلمه في بلده إذا كان يعمل نفس العمل المذكور. حتى النواب لا يستطيعون تغيير الشيء، بل يقفون ضد المواطن بزيادة رسوم أو ضريبة، ويتكلمون عن دفاع أشياء تافهة، حتى يصرفون أنظار الشعب ويشغلونهم عن المشاكل الحقيقية. وفي موسم الأمطار، نحن الآن لا ينزل المطر إلا على أطراف السواحل، أو يهرب الغيم إلى بلد آخر. أرجو أن تنظر ما أسباب كل هذا، ولكم جزيل الشكر. ثم جاءت رسالة ثانية يذكر فوائد دول الخليج مع نهاية السنة، والبحرين ارتفاع في الدين العام. السعودية تحقق فائض 27 مليار دولار، وقطر 13 مليار دولار، وعمان تقريب 3 مليار دولار، والإمارات فائضها 34 مليار دولار، والكويت 5 مليارات دينار. وأيضا زادت الدعارة من قبل الشابات لأجل العيش، والشباب أصبحوا يتمهنون القوادة للعيش وتهريب المخدرات وإدمان المخدرات من قبل الطرفين، وفتح سوق سوداء لبيع الخمور. وعندنا السحر زاد، والحسد كذلك، وأمراض السرطان نعوذ بالله منها وعافانا وإياكم، والمريض لا يجد الدواء في المستشفيات الحكومية لأمراض متعددة. وعندنا النوم شيء غريب، ثقيل وطويل، تستيقظ تجلس كم ساعة وترد وترجع تنام ولا تشبع، عندما تسافر ترجع طبيعي، وبمجرد دخولك إلى أجواء البلد تنعس وتنام. لست وحدي هكذا، الكل تقريبا عنده الشعور، والأثر نفسه حالة غريبة. من آخر الأخبار، بنت الملك تشتري ذهبا لتزين كلبتها. هذا عقد الذهب حول رقبة الكلب.
وآخر يشتري سيارة قديمة من بريطانيا ب 123 مليون دولار سيارة. هذه أخبار متداولة تثير الجدل على شبكة الإنترنت. وآخر من العائلة من يرفع قيمة الجائزة بالملايين في سباق الخيل. وهنا الجامعيون لا يجدون مواصلات إلى جامعتهم، والله المستعان. ما زال الكلام طويل ولكن سنكتفي بهذا إن شاء الله، ولكنه سبحان الله يذكر تاريخ البلاد وما صار فيه. الله تعالى المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فطهرناهما. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. ماذا تفعلون أنتم؟ بدين جديد. وما هو الدين الجديد؟ أنتم مسلمون الآن؟ قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هناك سحر. هناك السحر؟ سحر. أيوة. لكافة المسلمين. لكافة المسلمين في العالم. نعم. من متى هذا السحر؟ بضع سنين. 5 سنوات؟ 10 سنوات؟ 10 سنوات. من قبل من؟ منظمات الماسونية والإليميناتي. نعم. منظمات الدجال والجمعيات الشيطانية. وماذا مقصد هذا السحر؟ عبادة المسلمين. وهذه الأحوال التي في البحرين، ماذا دور السحر فيها؟ هم يريدون يعني ينشئون سحرة في كافة البلدان العربية. هي مثل أي بلاد عربية. يريدون إنشاء السحرة. يعني بكثرة. بكثرة. ولكن لهذا يظلمون الناس ويجعلون الناس محرومين من الخيرات. يعني عندما تبيد الشباب من سيبقى؟ تبيد الشباب بالمخدرات والخمور والفساد ومنع الحلال، الرزق الحلال. فهذا كان دوركم هناك. نعم. طيب تدخلون الإسلام؟ حسن. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات. يقولون إن المهدي. نعم. سيكون من الشيعة. من يقولون؟ كل الشيعة. أيوة. متفائلون به كثيرا.
نعم، ولهذا؟ ولهذا يهيئون الشباب والمساجد لهم. يعني كيف يهيئونهم؟ بأي شيء؟ بالتربية والتوعية والتهيئ. وعند السنة؟ انتهت السنة. انتهت السنة. ماذا ما زال فيها؟ ينشرون الفساد في الشباب السني؟ سيكون من الشيعة. أيوة. وانتهى زمن محمد خلاص. انتهى زمن محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أسلمت أو ما زلت؟ أنت أسلمت. يعني هذا البرنامج من طرف الشيعة أو من طرف هم يقولون هذا؟ أنا أعيد كلامه. أنت تقول ماذا يقول الشيعة، ولكن نحن تحدثنا عن الفساد الذي في البحرين. وما علاقته بأن الشيعة يقولون أن المهدي سيأتي منهم؟ انظر، يعني عندما تتراكم الأشياء، المشاكل السحرية والمخدرات والفساد والزنا، ويصبح العقول الشباب في أشياء أخرى، فهذا كله يعني منشأ المشاكل. المشاكل نعم. يعني يتقوى الشيعة بضعف السنة، هذا هو المقصود؟ طبعا. طيب، يعني هذا السحر الذي معمول لكل المسلمين حتى يضعف السنة ويقوي الشيعة، يزيدهم حماس واستعداد لاستقبال المهدي. نعم. ويزيد السنة يعني انحلال وبعد عن الدين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تأكدوا تميزوا من الغيظ، لا تركبون طبقا عن طبق، 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 لا تركبون طبقا عن طبق. وعلي ولي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أنا أؤمن نحن لسنا منهم. كيف؟ نحن لسنا منهم. لستم من من؟ من الشيعة المتطرفين المخربين. أها. نحن لسنا منهم. أنتم طيب؟ أنتم مسلمون؟ نعم. وماذا كنتم تعملون في البحرين؟ نحارب. تحاربون من؟ الفساد. تحاربون نحاول الفساد. نحارب. طيب. يعني أمر يعني يكاد يكون صعب. وأنتم أجسامكم بيضاء؟ نعم. طيب، جزاكم الله خير. إذا سنحضر كل الجن الذين تحاربونهم هناك والذين يسعون للفساد في البلاد حتى يسلموا إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تأكلوا تميزوا من الغيظ، لا تركبون طبقا عن طبق، 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 لا تركبون طبقا عن طبق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لماذا نحن نخطف للبحرين؟ أو لماذا البحرين فيها هذه المشاكل؟ والله لست أدري. ولماذا؟ لا أعرف تاريخ البحرين. هناك من يخاف أن يعود ما كان في الماضي. هناك من يخاف
عندنا فيها شباب. نعم. انت حالفهم سيبصرون العالم. ايوه. نعم. ولهذا ركزوا على افساد البحرين. ومن هؤلاء؟ يعني يتركون الناس هكذا سحر يبيدهم. هذا سحر النوم؟ نعم. على كل البلاد. وسحر كذلك الفساد والتعطيل. هذا التعطيل يأتون به الأجانب، يريدون هم أن يستفيدوا. نعم. يعني هؤلاء يعني الذين يخدمون في الشرطة وفي الوظائف من الأجانب هم يسحرون. نعم. حتى يكونوا يتفوقوا على أهل البلاد. فيهم وإعطاء المسؤوليات الوزارات لمن لا يصلح لها، هذا من السحر كذلك. أي سحر؟ تعطيل والمناصب. سحر على البلاد أو لا؟ يأتون به الأجانب. الأجانب. نعم. يعني عندما يبقى شخص كبير في السن فلا يزعجهم. أيوة. الذين أسفل منه يسحرون حتى دائما المسؤول لا يقوم بمسؤوليته ويكون لهم المجال يفعلوا ما يريد. طيب تدخلون الإسلام؟ لا. عندكم عهود؟ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقد براءتهم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي. الله نور السماوات والأرض. 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 وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اتكدوا تميزوا من الغيظ. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طبقا. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طبقا. لا تركبون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. براءتهم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض. متى كان شغلكم؟ في البحرين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اتكدوا تميزوا من الغيظ. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طبقا. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طبقا. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طبقا. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طبقا. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طبقا. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طبقا. لا تركبون طبقا عن طباقي. لا تركبون طبقا عن طبقا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله. من هي البحرين؟ من قبل من؟ الإرهابي. كيف؟
دون إدخال الإرهاب بطريقة كبيرة. وماذا يفعلون لإدخال الإرهاب في البحرين؟ فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فترة الله التي فطر الناس. قد تكون حرب أهلية. قد تكون حرب أهلية. نعم، يثور الشعب. نعم. تكون حرب أهلية ويتكون الإرهاب بالحرب في هذه الظروف. فيريدون زيادة المشاكل واختناق الشعب حتى يثور. و يكون القتل يعني مثل سوريا كسوريا واليمن وليبيا هي مستهدفة الآن. وهذا برنامج من؟ أنت تعلم. الذين يهيئون للدجال الخونة من أهل البلاد. فترة الله التي كل تقريبا بلاد عربية تجد الخونة يبيعون بلادهم و هكذا يضحون بأهلهم من أجل مصالحهم، أجل مراتب. نعم، هل تقبلون الإسلام؟ بالإسلام؟ نعم. لماذا؟ لا ترون الثأر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم. لماذا غيرتم رأيكم؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكاد تميز من الغيظ، لا تركبون طبقا عن طبق، 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 لا تركبون طبقا عن طبق. فترة الله التي فطر الناس. أريد السواد. تريدون السواد؟ نعم أريد. الظلام؟ نعم. الظلمات. الظلمات، المعاصي، الكفر، السحر. نعم هذا جميل. هذا الذي تحبون. وهل طلب أحد منكم هذا؟ سيدي إبليس المربوط. قريبا الفرج. طيب، سنريكم من يربطهم في رمضان. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم،
فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إن هو الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، نعم إبليس قال، الله يخبرنا عن إبليس أنه قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به براءته من الله ورسوله إلى الذين عاهدته من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مازال؟ نعم وكان حقا علينا نصر الآخرين الذين جئتم أنتم كنتم ماذا تفعلون؟ الأسحار أسحار الشابات يعني النساء ما هي أسحار الشابات؟ سحر الشهوات يعني عمل السحر للبنات حتى يفسدن نعم وهذا في عائلاتهن أو من ماذا؟ نعم يعني هذا في البلاد حسد بين الناس فقط نعم وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكلوا تميزوا من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبق 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 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا التطور والتكنولوجيا والتقدم ايوه التخلف
وأنتم هذا شغلكم أن يتقدموا وأن يتركوا الإسلام؟ هذا التخلف. وأنت هل طلب أحد منكم هذا؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. سافر كل المسلمين إلى بلاد الأجانب. نعم. وهكذا استحوذ الأجانب على البلاد. يعني سهلة سهلة جدا، لأن هناك في بلاد الأجانب الرفاهية وكل ما يريد الشباب هناك. الحرية. كل ما يريد. الشهوات. حتى الفلوس. النقود الحقوق أيضا. كذلك. هكذا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ينتحر هكذا يعني. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أول لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير براءة من الله ورسوله. الله نور السماوات. الله نور السماوات والأرض. 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله. الله نور السماوات والأرض. وكان الله نور السماوات. خلاص كله جاء. طيب فيها الجن الذين قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله وقالوا هم شيعة ولكن ليسوا متطرفين وهم منورون وهم يجتهدون ضد الفساد. يوجد أمثالكم في دول أخرى في كل العالم. طيب سنحضر ممثلين من جيوشكم حتى نعينهم في جهادهم إن شاء الله.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب رأيتم كيف فعلنا في البحرين؟ نريد أن نفعل نفس الشيء في كل الدول التي وكل الأماكن التي أنتم تجاهدون فيها. ولكن نعم هناك شيء نريد أن ننبه. نعم هناك بعض الناس يعني يختلط عليهم الأمر مثل ما يعني نحن يعني شيعة ولكننا يعني نعرف ما صار في الماضي في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم لكن هناك أناس يأتون الشيعة المتطرفين ويدخلونهم في أشياء يعني غلط وهم يظنون أن هذا الشيء صحيح. طيب أنتم تقصدون أن يعني فيه من الشيعة من هو على الحق وعلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكن يأتون الشيعة المتطرفين من الجن ويريدون أن يعني يسلبون عقولهم في أشياء خاطئة. إذن نبدأ بالجن المتطرفين من الشيعة الذين يضلون البشر الشيعة. وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكادوا تميزوا من الغيظ. لا تركبون طبقا عن طبق لا تركبون طبقا عن طبق كلا بل ران على قلوبهم كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة براءتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكادوا تميزوا من الغيظ. لا تركبون طبقا عن طبق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقالوا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء. الله نور السماوات والأرض ما زال؟ خلاص
طيب، وقال إخوانكم في البداية أن السحر عمل لجميع المسلمين قبل 10 سنوات تقريبا، إذا سنأتي بالجن المكلفين بهذا السحر على كل المسلمين إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكد تميز من الغيظ، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. فإذا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أول لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. ما زال هذا السحر؟ طيب، ننظر إلى كل الأماكن المظلمة التي ترونها في كل مكان حتى نخرج الجن من الظلمات. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكاد تميز من الغيظ، ظلمات بعضها فوق بعض، 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 ظلمات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أول لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء كل شيء. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وكان خلاص جاء جنة الظلمات، ماذا كنتم تفعلون في الظلمات؟ تنتظرون المهام. نعم. مثل ماذا؟ يعني مثل يعني يستدعينا ساحر يذهب علينا، هناك من يذبح لي الكنوز. يعني طيب، سمعنا من الجن أن الشياطين لما يسجنون يحبسون في رمضان، فهم يتركون خلفاء من الجن الذين ليسوا شياطين حتى يواصلون في مهامهم. سنحاول أن نحضر ما نستطيع من هؤلاء الخلفاء إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تكاد تميز من الغيظ، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا، 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 إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان لاق، ما هذه العلامة؟ علامة الأصبعين لا أعرفها، هي علامة ماذا؟ النصر. النصر، النصر للشيطان أو النصر ماذا؟ نعم. فهمت. وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، إني أرى ما لا ترون ماذا؟ إن إبليس. نعم. ومن سيحاسبنا؟ وإذ زين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ومن آخر شيء سيحاسبنا والإنس يحاسبهم ربهم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كيف؟ ونحن سنكون في النعيم. طيب اسمعوا إبليس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لماذا تنفخون؟ تحترقون. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ألم حرمت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين؟ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا؟ الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. ما زال خلفاء الشياطين؟ طيب سمعنا كذلك من الجن أن الشياطين حين يسجنون يتركون علامات مثل علامات الطريق حتى يعرفون كيف يعودوا إلى أماكنهم. هل تعرفون هذا؟ طيب إذا ننظر إلى كل هذه العلامات في كل نعم نعم يقوم يعني يقومون في مسحها يعني تعود إلى الصفر. حين يسجنون في رمضان تعود عقولهم من الصفر، فهذه العلامات حتى يعودوا كما كانوا. سبحان الله، يعني الملائكة تغسل عقولهم. سبحان الله، هذه أول مرة أسمع هذا الكلام. طيب إذا ننظر إلى هذه العلامات في كل مكان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وهبا منثورا.
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مسحت العلامات من كل مكان؟ هل بقي شيء الآن؟ طيب ننظر. تعمل نور كبير حتى نحضر كل الجن الذين يتعجبون مما وقع. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. خلاص. طيب كل البشر الذين يعملون مع الشيطان لا نترك أحدا إن شاء الله. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. إنما أمره إذا أراد الشن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد الشن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد الشن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد الشن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد الشن يقول له كن فيكون. الله نور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تكادوا تميزوا من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا وإخواني والله ماذا نقول لكم. الشياطين يجتهدون. شياطين الإنس والشياطين الجن يجتهدون يهيئون للدجال حتى لا يبقى مسلم على وجه الأرض. يا إخواني لازم نخرج من الغفلة ونجتهد. كل واحد يجتهد لدين الله تعالى. الله تعالى يوفقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.